ينعقد مؤتمرنا هذا تحت شعار من أجل محاماة بكامل أبعادها المهنية والحقوقية والسياسية، تجسيدا ووفاء لمسيرة هذا القطاع الذي ظل ومنذ عقود من الزمن يربط ممارسة مهنة المحاماة بأدوارها المتعددة في المجتمع. هذا المؤتمر الذي نراهن عليه كثيرا على مستويين، المستوى الأول هو استمرارية البناء التنظيمي لهذا القطاع، والمستوى الثاني هو مناقشة المشاكل التي تعيشها مهنة المحاماة في علاقتها بالمؤسسات ذات الصلة بالمهنة، وفي علاقتها أيضا بالقوانين التي تصدر تباعا، وخاصة القوانين ذات الصلة المباشرة مثل قانون مهنة المحاماة والمسطرة المدنية. اليوم تصدر هذه القوانين بشكل مستمر دون مساهمة فعلية للمحامين. هذه المحطة نراهن عليها كثيرا، ولذلك يحضرها عدد كبير من النقباء والنقباء السابقون ورؤساء الجمعية السابقون، وكذلك الزميلات والزملاء منسقو القطاعات المهنية لباقي الأحزاب الأخرى. لذلك هي مناسبة مهمة للتداول في القضايا الجوهرية لمهنة المحاماة في السياق الذي ينعقد فيه هذا المؤتمر، وهو سياق خاص جدا. أحضر إلى هذا المؤتمر أولا من أجل المشاركة بصفة محامي اتحادي، ثانيا من أجل التعبير بأننا أحوج إلى هذه المحطات العلمية الثقافية في هذه المرحلة الدقيقة جدا الخاصة بمهنة المحاماة والخاصة ببلادنا بصفة عامة. عنوان المؤتمر يتعلق بالأبعاد المهنية الحقوقية السياسية. أبدأ بالأبعاد المهنية، وإذا تحدثت عن أبعاد المهنة سأرجع بالطبع إلى القانون المنظم، مشروع القانون المنظم مهنة المحاماة، وما يصطلح عليه بمشروع المجلس الوطني بدل الهيئات. هنا نتحدث عن الأبعاد المهنية وأبعاد أخرى متعلقة بالملف الضريبي، بالتغطية الصحية، بنظام التعاضدية، بالنظام المتعلق بالودائع، كلها تتعلق بمهنة المحاماة. بأبعادها السياسية هنا تتحلق كالمحامي الحقوقي، المحامي المهتم بالشأن العام، المحامي السياسي، لأن مهنة المحاماة لا يمكن أن نقول أنها خارج هذا النسق، النسق الحقوقي والنسق السياسي. إذا نحن نحضر هنا في الجزء المهني، في الجزء السياسي، وفي بالطبع في الجزء الحقوقي. نحن رهن إشارتكم في توضيحات أخرى بعد هذا المؤتمر أو خلال هذا المؤتمر. شكراً.